السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنرحب بالجميع مجددا في القناه. الفيديو ديال اليوم بحال اللي كتشوفوا معايا شي حاجه هنا السيكان بزاطم سماطي، واحد المحل غزال في طنجه البنات. شريت منه الصك وشريت منه المكان الراجل ديالي، محل رائع فيه الكوبيه ديال اوريجينال، كوبيه درجه اولى، شي حاجه رائعه ما تميزاش الاصلي او ماشي اصليه ما تقدرش تميزها. غادي تشوفوا معايا هذا الفيديو، هذا غادي نوري لكم ونقول لكم في المحل حتى فين جا، وكذلك تشوفوا معايا الساك اللي اخترت والمكان اللي اخترته. المحل هو هذا، جا في شارع المكسيك. دابا ننزل لكم الكارطه ديالو. ها هو البنات، عنده بحال اللي قلت لكم الماركات كوبيا درجه اولى، يعني كتجبر حتى البواطه ديالهم عندهم، حتى الديكي ديالو معلق فيهم، والخدمه كذلك متقونين. انا هنا دخلت واخترت هنايا، وعاد رجعت نصور لكم الدخله ديال المحل باش تشوفوا الاسم العنوان والنمر. انا جبرتوني كنختار بين هادو، هاد لويس فيتون ما عجبنيش بزاف، حتى نزلتو جاني شويه ماشي بحال الاخرين، وهاد غوتشي هاد الموديل هاد الصغارين كيجيو مزيونين بزاف في الموضه حتى هما. كنختار بين هاد غوتشي هذا وهاد الكحل، وكذلك بين هاد مايكل كورس وهاد فان. عجبني بزاف هاد الصك هذا، ولا جاني كلاس بزاف. اخرين عمليا يمشيو من كل شيء، على داك الشيء يمكن هذا مستبعد. المهم نتوما قولوا، خليوا لي في التعليق شنو هو اللي بان لكم غادي نخطروا، وانا غادي نقول لكم في اخر الفيديو شنو اللي اخترت، وغنساريكم شتيتو في المحل تشوفوا معايا هنايا الموديلات اللي كاينين. السيكان بحال اللي قلت لكم دوزيام ديال هذا ديال الاوريجينال، ولكن درجه اولى، واخا دوزيام درجه اولى، يعني لا في الخدمه لا في الماتريال ديالو لا في الشكل ديالو، في كل شيء يعني 100% اللي غادي يشوفو 100% غادي يشوفو غيبان له اوريجينال. صراحه انا عجبني بزاف، حتى بزاطم شوفوا كيفاش عاملين، فنين لا في الخدمه ديالهم، متقونين مزيونين. اهم حاجه البنات في البواطه ديالهم، يعني لو كنتو غادي تعطيو كادو، شوف هذا الموديل الصاك هذا عاوتاني حتى هو طوندونس. اذا كنتو البنات زعما باغيين تعطيو كادو، فالكادو بالبواطه ديالو بكل شيء ديالو. الموديلات اللي كتشوفوا معايا هنايا هما هادو، وراه كيجيب موديلات، وكذلك اذا كان عندك شي موديل معين باغاه، راه هو السيد كتقول له خصني موديل فلان فلاني، راه كيجيبو لك. بحال قلت لكم كاين البواطات ديالهم، الموديلات، الالوان، وحتى الموديلات الجداد يعني ديال السنه كتجبرهم. وبحال اللي قلت لك اذا شي موديل ما كاينش وباغاه، غير كتوريه له السيد كيجيبو لك. هنا عندهم حتى المكانات، شوفوا معايا المكانات كيفاش عاملين في البواطه ديالهم. هذه كارتي، بواطه ديال كارتي، وحتى المكانه ماشي انه المكانه غير هكذا وصافي، حتى المكانه مكانه مزيونه. شوفوا السماطي البنات، هذو السماطي لي موضه دابا، شوفوا شحال فنين. هاد الصاك هذا ديال كريستيان ديور، اخر ما كاين في كريستيان ديور دابا، وكاين حتى الكحل ديالو ها اللي كتشوفوا. والمناظر كذلك، بلا ما نقول لكم عنده حتى المناظر الاخر ما كاين، عنده ديك المناظر ديال شانيل الخاره اللي بالسلسله، حتى هما عنده ثمن مناسب، يعني ماشي ديك الثمن اللي رخيص مره، وكذلك ماشي ديك الغالي، يعني ماشي بحال اللي غادي تشريها من محل ديال شانيل. كاين الموديلات ديال الساعات كذلك، عنده حتى الحاجه اللي الثمن ديالها معتدل البنات، ماشي كلشي ثمن غالي. كاين الحاجه اللي الثمن ديالها معتدل، كاين الحاجه اللي هي كتكون في المستوى، بحال قلت لكم كوبيا درجه اولى، الثمن ديالها شويه ولكن مزيونه وتستاهل هذاك الثمن. شوفوا معايا هذا السيكان، انا العيله عندي مريض بسيكل بالسعله. الموديلات بحال اللي كتشوفوا معايا هنايا، انا باقا عرفتي علاش كنسا كندور معاكم كنوريكم، حيت باقا حيرانه شنو نختار. باقا زعما كندور في راسي وكنقول بحال والو، خصني شي موديل البنات اللي يكون زعما يبقى من الموديلات اللي كتلقى، يعني فوق ما جبتي تلبسو ماشي شي حاجه اللي كتخرج طوندونس هيدا وكتزول، يعني غير في واحد الوقت، يبقى دائما الى احتفظت به يبقى دائما مزيون وفي اي وقت يتلبس. بقيت دابا بين هاد مايكل كورس بحال والو هاد القهوي، وبقيت بين هاد غوتشي كذلك هاد الكحيحل، هادو بقيت بيناتهم. حق في الاخر غنختارو واحد، ما كرهناش كاملين بيهم، دايما كتوقع لنا في المحل كنسد في 10 كنقولو بصاف نهزهم كاملين. ايوا حيرو معايا شديتو بنات، انا اخترت مايكل كورس، وبالحق ديت القهوي ديالو. ها هو هنا عملوا لي، شوفوا فحال البوشيطه ديالو البنات، بحال اللي انتي شارياه من المحل ديال مايكل كورس بالبوشيطه ديالو، كذلك كاينه حتى اللي بالبولصه ديالو مقفيفه ديالو حتى هما، يعني بحال اللي قلت لكم اذا كنتو غتديو كادو ولا شي حاجه، راه شوف عنده حتى بواطات، غتدي الساكت فاندي، غدي بواطات فاندي كارتي، مهم اللي بغيتي كاينه البواطات ديالو صراحه في المستوى. بحال اللي قلت اللي بغات تدي هديه غتدي هديه مزيونه.
الصاك اللي ديتو هذا ما تنساوش تقولوا الراي ديالكم بنات. ها هو الكارت فيزيت ديالو والنمره ديالو وعنده الانستغرام، وغنزل لكم في صندوق الوصف تاع الفيديو غنزل لكم انستغرام ديالو باش دخلوا عنده وتواصلوا معاه. هو في شارع المكسيك في وسط المدينه، نسيت الاسم قيصريه، ولكن بالنمره غتعرفوا فين عنده. المواقين كنختار مكنه الراجل ديالي، رصيت على هذه الماركه ديال ايبلو، ولكن المكنه بالضبط باقي كنختار الالوان. جاب لي هو شي موديلات اخرين هنايا، ولكن انا في بالي خصني هاد الماركه هادي. عجبتني هاد الكري، هادي عجبتني، واليد ديالها في ماغون، فيها بزاف الالوان. عنده الكري، عنده الزرق، عنده الكحل. كذلك هذيك الحديده كاينه اللي نقريه، كاينه اللي نحاسيه. مهم كاينه الموديلات، وانا بقيت حيرانه كنختار، ولكن بزاف عجبتني هادي. هما بحال قلت لكم كاينه الزرق، وحتى التفريشه ديالهم اللي داخل الالوان كيختلفوا. ها هي اللي اخترت انا، هي هادي اخترت هاد المكانه. شوفوا معايا المنظر ديالها فخم، شوفوا بواطه، بواطه اوريجينال ديالها، والمكانه كذا بحال قلت لكم تقليد درجه اولى، ماشي هذاك الشيء اللي غير مدرح وصافي. مكانه مزيونه وصافي. هادي المكان اللي ديتو، الصاك انا قلت لكم اللي ديتو. نتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو. المهم خرجت انا هنايا شارع المكسيك، عملت تدويره هو تحت في لندريه، دورت شويش وصافي، حيت انا كنت غنمشي نقطع التيكي باش نسافر. غادي تشوفوا في الفيديو القادم ان شاء الله الفيديو ديال السفر ان شاء الله. البنات ما تنساوش خليوا لي تعليق واش عجبكم المكان اللي شريت والصاك اللي شريت، وانتم ماشي اللي كنتوا تخطروا. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، كانت فيه شي حاجه افاده بالنسبه لي ساكن في طنجه. نصحكم بزاف بزاف هذا المحل. البنات انا ما كنعملش اعلانات، ولكن عجبتني الحاجه انا كنشاركها معكم.